ويقول حفظك الله: وما الضابط في ارتفاع المنبر حيث نرى في بعض المساجد منابر مرتفعة جدا؟ لا، هذا ما يصلح. ارتفاع المنابر ارتفاعا كثيرا، وهذا ورد أنه من علامات الساعة، ورد أنه من علامات الساعة رفع المنابر أكثر من الحاجة. ارفع المنبر قدر 3 درج 4 درج لا بأس. أما الارتفاع اللي يصير الإمام ما يرى من الارتفاع كأنه طائر، هذا ما يصلح هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.